والآن أنا أكملت تسقيط المحرك بالكامل، وهيه بهذا الشكل زي ما انتم شايفين. لاحظوا الفاز الأخير بالوجه، كأنه هاي واحدة، هاي مجموعة، وهاي مجموعة، وهاي مجموعة، وهذا هو مجموعات الفاز متباعدة زي ما انتم شايفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام. إن شاء الله مستمرين معكم في الفيديوهات والشروحات التي تخص المبتدئين حتى يصبحوا محترفين معنا بإذن الله تعالى. طبعا احنا تكلمنا في الفيديوهات السابقة عن ترتيب تسقيط الملفات، تكلمنا عن الأقطاب الحقيقية والأقطاب التأثيرية، وكيف نعرف أو نميز إنه هذا المحرك تأثيري أو محرك أقطابه حقيقية. طيب، وفي درس اليوم إن شاء الله بدنا نعرف احنا يعني كيف نستطيع تحديد عدد أقطاب المحرك، وهل هي تأثيرية أم حقيقية بشكل مباشر وسهل إن شاء الله. طبعا هذا المحرك اللي صورت أنا عليه فيديو السابق أو أحد الفيديوهات السابقة اللي هي كانت عن الأقطاب الحقيقية والأقطاب التأثيرية، اليوم نكتشف. طبعا حكينا إحنا إنه هذا المحرك كان 1000 دورة إذا بتتذكروا، وحكينا إنه مجموعاته متباعدة. طبعا أنا سقطته بالكامل الآن المحرك زي ما انتم شايفين على الشكل. بدنا نتعلم يعني، لنفرض إنه إحنا المحرك هذا أجانا هيك، وإحنا بدنا نعرف كم قطب هذا المحرك. طيب، زي ما حكينا بالعادة بنيجي من عند فتحة خروج الأسلاك وبنمسك البداية تبعت أول مجموعة بتتسقط من تحت هيها. طبعا إذا بتتذكروا أنا سقطت هذا بطريقة الثلاث طبقات، سقطت الفاز الأول وسقطت الفاز الثاني، سقطت الفاز الأول بالكامل وسقطت الفاز الثاني بالكامل وسقطت الفاز الثالث بالكامل، بحيث أنه كان الفاز الثالث بالوجه. فإذا كانت أول مجموعات من تحت في المحرك هي للفاز الأول. طيب، احنا بنيجي قلنا من عند فتحة الأسلاك، فتحة خروج الأسلاك، وبنيجي عند أول مجموعة وبنمشي بطريقة 1 2 3 1 حتى نعرف نحدد مجموعات الفاز. وبنقول هاي المجموعة 1، اللي بعدها 2، اللي بعدها 3، واللي بعدها 1. إذا هاي المجموعة 1 الثانية هي من نفس الفاز للمجموعة رقم 1. بنقول على المجموعة الأولى 1 2 3 1، إذا هاي هذول المجموعتين من نفس الفاز، هذول المجموعتين من نفس الفاز. وبنكمل من هالمجموعة اللي هي عفوا، بنكمل من المجموعة اللي هي 1 الثانية، بنقول منها نفسها، بنعد منها نفسها، بنقول عنها 1 وبنكمل عد 1 2 3 1. لاحظوا هاي من نفس الفاز، إذا هاي 3 مجموعات طلع معانا. وبنكمل عد إذا إحنا بدنا منها نفسها 1 2 3 1. هون رجعنا على المجموعة الأولى اللي هي من عند فتحة خروج الأسلاك، إذا ما بنعدها، بتوقف عنا عند المجموعة هاي. إذا هذا المحرك فيه 3 مجموعات، ولو تلاحظوا إنهم متباعدات، يعني هاي واحدة هون والثانية هون والثالثة هون، إذا في 3 مجموعات متباعدة في الفاز. إذا هذا المحرك، إذا هذا المحرك تأثيري. تأثيري ليش؟ لأنهم مجموعاته مجموعات نفس الفاز متباعدة بعيدة عن بعض، في بينهم مجاري مش متجاورات. إذا هذا المحرك تأثيري، والمحرك التأثيري زي ما احنا عارفين إنه عدد أقطابه ضعف عدد المجموعات. وهنا الفاز في 3 مجموعات، إذا ضعفهم 6، إذا هذا المحرك بيعمل 6 أقطاب. إذا هذا المحرك ومحرك 6 أقطاب تأثيري، سرعة 1000 دورة أو سرعة 900 دورة في الدقيقة. احنا هيك بشكل سريع فهمنا وعرفنا كيف نطلع مجموعات نفس الفاز، وعرفنا انهم متباعدات او متجاورات، وعرفنا سرعة المحرك وعدد اقطابه، وبالتالي هيك احنا قدرنا نعرف توصيله اذا كان متباعد،
إذن توصيله دائما التوالي نهاية في بداية، والآن بوصله أنا نهاية في بداية لكل الفازات وبكمل شغل. وهاي هي إن شاء الله إنكم تستفيدوا، ما بدي أطول أنا في الفيديو كثير، إن شاء الله إنكم تستفيدوا من هاي المعلومات. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.